أهلا بكم في قناة تتعلم الإنجليزية أونلاين. هتتعلم معانا وانت في المنزل، هتحسن القراية بتاعتك كويس جدا، ومع مرور الوقت هتقدر تتحدث بكل طلاقة. هيكون في القناة محادثات من الحياة اليومية. تابعنا وتعالوا نشوف مع بعض فيديو النهاردة هيكون عن ايه. يلا بينا. فيديو النهاردة هيكون عن حاجة ناس كتيرة طلبتها، اللي هي الحروف الصامتة في اللغة الإنجليزية. فهنبتدي مع بعض الحروف الصامتة. هناخد كل يوم أو كل فيديو هنتكلم فيه عن أكتر من حرف. فنبتدي مع بعض النهاردة بحرف الإيه. حرف الإيه في الغالب ما بيكونش صامت أو سايلنت كتير، هو بيكون صامت أكتر حاجة لما يكون جاي بعد حرف بعديه حرف ال 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 واي. يعني انت بتقول artistically musically زي ما انت شايف قدامك، بنقولش musically. كمان بنقول historically romantically logically، ما بنقولش historically historically romantically logically كده. تمام يا شباب؟ يبقى حرف ال A بيبقى silent letter لما يكون جاي قبل ال ال واي. دي اول قاعده هنتفق عليها مع بعض. ندخل بعد كده على حرف البي يا شباب. حرف البي بيكون سايلنت لو قبل منه جه حرف الام، زي كلايم بوم كرامس فتات لمس الاطراف في الايدين والرجلين لمس ثم الصباع اللي بنعمل بيه لايك في الفيسبوك واليوتيوب ثم توم مقبرة توم دم بلامر سباك بلامر. تاني حالة بيكون فيها حرف البي سايلنت لما يجي بعديه تي، زي ديت داوت ديت يعني دين داوت شك ساتل ساتل. ندخل بعد كده شباب مع بعض على حرف السي. حرف السي غالبا لا ينطق اذا جاء بعد حرف الاس. طبعا في لكل قاعده اكيد شواذ، يعني مثلا زي كلمه مدرسه سكول، دي كلمات بتبقى متاخده من لغات تانية زي اللغه الفرنسيه وكده. لكن عندنا القاعده العامه ان حرف السي لا ينطق لو جه قبل منه حرف الاس. خلاص، زي كلمه ساينس ساينس علوم scissors seen muscle descent ascend. الحالة التانية اللي بيكون فيها حرف السي silent silent letter ان يكون جاي قبل حرف الكي او حرف الكيو. لما يجي قبل حرف الكي او الكيو يبقى silent. لما نقول back black ممكن تقولي طب ما انا بقول back، ده لا، الحرف الصوت اللي انت بتسمعه صوت الكي ده اللي هو بتاع حرف الكي باك. ما بقولش باكك، يعني هو كي واحده بس اللي هي حرف الكي. لوك اكواير اكنولج اكنولج، يبقى باك بلاك لوك اكواير اكنولج. على الحرف رقم 4 شباب، اللي هو حرف الدي. هو حرف الدي هنا لا ينطق اذا جاء قبل الجي اي، بس ينفع ينطق وينفع لا. يعني بقول بريدج بريدج الجي اي ج ج ج بريدج بليدج جادج. الصوت اللي انت بتسمعه ده صوت الجي اي بريدج بليدج جادج. اوكي، نيجي بعد كده حرف ال D بيكون silent في كلمات زي اللي جاية دي handsome Wednesday، برضو كلمة handkerchief handkerchief منديل sandwich sandwich. وعلى فكرة ينفع تقول sandwich عادي، بالامريكان تقول sandwich لكن بالبريتش sandwich sandwich. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وياريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك في القناة وتشجعنا وتعمل لايك للفيديو، علشان ده بيشجعنا نعمل
ونكمل في الشغل بتاعنا. لو انت عايز تتعلم اي حاجة في اللغة اكتب لي في الكومنت في التعليق تحت ايه اللي انت نفسك تتعلمه علشان نكمل مع بعض بقية الحروف الصامتة. ولو في حاجة تانية اكتب لي اللي انت عايزه واحنا هنشتغله في الفيديوهات اللي جاية مع بعض ان شاء الله. Thanks.